فرسان الإسلام، قناة الرائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الجزء الثاني من قصة واحد من عظماء الصحابة ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والبطولة. قبل أن نبدأ الفيديو، أولا صلوا على رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استمتعوا الآن بالقصة، فهي قصة مشوقة ومثيرة وممتعة، نتعلم منها الكثير. ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والحديد المحمي فوق رأسه يلهبه ويشويه، فطار قلبه حنانا وأسى، ولكن ماذا يملك عليه الصلاة والسلام يومها لخباب؟ لا شيء إلا أن يثبته ويدعو له. هنالك رفع الرسول صلى الله عليه وسلم كفيه المبسوطتين إلى السماء وقال: اللهم انصر خبابا، ويشاء الله ألا ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ينزل بأم أنمار قصاص عاجل، كأنما جعله القدر نذيرا لها ولغيرها، كأنما جعله القدر نذيرا لها ولغيرها من الجلادين، ذلك أنها أصيبت بسعار عصيب وغريب جعلها كما يقول المؤرخون تعوي مثل الكلاب، وقيل لها يومئذ لا علاج سوى أن يكوى رأسها بالنار. وهكذا شهد رأسها العنيد سطوة الحديد المحمي يصبحه ويمسيه. كانت قريش تقاوم الإيمان بالعذاب، وكان المؤمنون يقاومون العذاب بالتضحية، وكان خباب واحدا من أولئك الذين اصطفتهم المقادير لتجعل منهم أساتذة في فن التضحية والفداء. ومضى خباب ينفق وقته وحياته في خدمة الدين الذي خفقت أعلامه، ولم يكتف رضي الله عنه في أيام الدعوة الأولى بالعبادة والصلاة، بل استثمر قدرته على التعليم، فكان يدخل بيوت بعض إخوانه من المؤمنين الذين يكتمون إسلامهم خوفا من بطش قريش، ويقرأ معهم القرآن ويعلمهم إياه. ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزل آية آية وسورة سورة، وهو الذي كان يدرس القرآن لفاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، عندما فاجأهم عمر بن الخطاب متقلدا سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الإسلام ورسوله، لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الصحيفة التي كان يعلم منها خباب، حتى صاح صيحته المباركة: دلوني على محمد. وسمع خباب كلمات عمر هذه، فخرج من مخبئه الذي كان قد توارى فيه وصاح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته بالأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب. وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا خباب؟ عند الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. ومضى عمر إلى حظوظه الوافية ومصيره العظيم. شهد خباب بن الأرت جميع المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش عمره كله حفيظا على إيمانه ويقينه. وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما، كان خباب صاحب راتب كبير بوصفه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. وقد أتاح هذا الدخل الوفير لخباب أن يبتني له دارا بالكوفة، وكان يضع أمواله في مكان من الدار يعرفه كل أصحابه ورواده،
وكل من وقعت عليه حاجة يذهب فيأخذ من المال حاجة. ومع هذا فقد كان خباب لا يرقع له جف ولا تجف له دمعة. كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين بذلوا حياتهم لله ثم ظفروا بلقائه قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين وتكثر في أيديهم الأموال، اسمعوه هو يتحدث إلى زواره الذين ذهبوا ليزوروه وهو رضي الله عنه في مرض موته. قالوا له: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك ملاق إخوانك غدا. فأجابهم وهو يبكي: أما إنه ليس بي جزع، ولكنكم ذكرتموني أقواما وإخوانا مضوا بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا إلا التراب. وأشار إلى داره المتواضعة التي بناها، ثم أشار مرة أخرى إلى المكان الذي فيه أمواله وقال: والله ما شددت عليها من خيط ولا منعتها من سائل. ثم التفت إلى كفنه الذي كان قد أعد له وكان يراه طرفا وإسرافا وقال ودموعه تسيل: انظروا هذا كفني، لكن حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد له كفن يوم استشهد إلا بردة الملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. ومات خباب في السنة 37 للهجرة، مات أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الإسلام. مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن يدافع عنهم ويحييهم، عندما طلب بعض السادة من قريش أن يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وللفقراء والعبيد من أمثال خباب وبلال يوما. فإذا القرآن العظيم يختص رجال الله هؤلاء في تمجيد لهم وتكريم، وتهل آياته قائلة للرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. وهكذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم بعد نزول الآيات حتى يبالغ في إكرامهم فيفرش لهم رداءه صلى الله عليه وسلم ويربط على أكتافهم ويقول لهم: أهلا بمن أوصاني بهم ربي. أجل، مات واحد من الأبناء البررة لأيام الوحي وجيل التضحية، ولعل خير ما نودعه به كلمات الإمام علي كرم الله وجهه حين كان عائدا من معركة صفين، فوقعت عيناه على قبر غض رطيب فسأل: قبر من هذا؟ فأجابوه: إنه قبر خباب. فتملاه خاشعا آسيا وقال: رحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا.